السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هنتابع معكم إن شاء الله حلقات جديدة في مادة الأحياء، الباب الثالث نحاول نخلصه بقى إن شاء الله في حلقة ولا حلقتين. هنبدأ النهاردة بإذن الله مع بعض الفصل الثالث، الدرس الثاني. هنبدأ إن شاء الله في الصفات المرتبطة بالجنس ونحاول نفهمها مع بعض كده. أولا الصفات المرتبطة بالجنس فيها أربع حاجات. حاجة في حشرة الدروسوفيلا أو ذبابة الفاكهة، يعني قبل ما نعرفها في حالة في الحشرات اللي هي حشرة الدروسوفيلا، دروسوفيلا أو ذبابة الفاكهة أو ذبابة إيه الفاكهة، ديت لها اسم كده وكده، يعني ده اسم إيه آخر. خلاص زي نبات شاب الليل ونسميه حنك السبع، نعرف المترادفات عشان الأسئلة يعني جت كده ولا كده يبقى احنا عارفين. الصفات المرتبطة في الإنسان في عندي عمى الألوان وهو عدم القدرة على تمييز الألوان خاصة الأحمر والإيه والأخضر. عندي الهيموفيليا وهي سيولة الدم، الهيموفيليا. عندي قصر النظر وعندي ضمور العضلات، ضمور العضلات. كل الصفات دهيت متحكم فيها جين متنحي. ركزوا الكلمة دي عشان موجودة في الاختيارات اللي احنا حلناها، جين متنحي. بالمناسبة الخمس حلقات بتوع الأحياء قمة في الخطورة وقمة في الأهمية. صحيح أنا دوختكم في اللف في الكتاب في نماذج البوكلت، ولكن اختيارات دايما بننوع من الاول مع الخامس مع العاشر والعكس عشان برضو نلم الاسئلة بطريقة سهلة. واللي عملته معاكم في الاحياء ان شاء الله اعمله معاكم برضو في الفيزياء وفي الكيمياء ان شاء الله. يعني الاسبوع ده احنا واخدينه اجازة، وفي ناس قالوا احنا ما عدناش بنفتح اليوتيوب، طبعا ده خطأ، لازم نتابع ونبقى شاطر. فبالنسبة للصفات المرتبطة بالجنس نبدأ نفكر فيها كده وبالراحة. الصفات المرتبطة بالجنس لها تعريف مهم جدا جدا جدا، فبإذن الله نبدأ بالتعريف بتاع الصفات المرتبطة أساسا عشان تعريفها مهم جدا في كل حال. يعني مهم في إيه؟ نبدأ نشوف كده مع بعض الأهمية بتاعته. إن هو بيقول لي صفات جسدية، ركزوا في اللفظ ده كده، صفات جسدية تحتها خط، تحمل أو تحمل جيناتها على الكروموسومات الجنسية. ادي المعلومة التانية. طيب المعلومة التالتة، يعني ايه كروموسومات جنسية؟ عارفين الاكس والواي، بس الواي لا يحمل عليه اي جينات، خلاص يبقى تحمل على الاكس بتاع الذكر بس. يعني في ذكر بيبقى ايه؟ الذكر عندي اكس وايه واي او اكس واكس، يبقى الاكس بس اللي يحمل عليه الايه؟ الكروموسومات الايه؟ الجنسيه. طب المعلومه الثالثه، لا يتاثر ظهورها بالهرمونات الجنسيه. يا ريت نفهم مع بعض كده عشان نبقى شاطرين في الجزئيه دي. اقولها تاني، صفات جسديه زمان، شوف الوقت، يعني هناخد ان شاء الله في ذبابة الفاكهة وفي عمل الوان، ممكن ناخد لو في وقت ناخد ايه الهيموفيليا او اللي هي عملية سيولة الدم. واتفقنا معلومة خطيرة جدا، الجينات ها متنحية، في اسئلة عليها كتير في البوكلت. يبقى صفات جسدية تحمل او تحمل جيناتها على الكروموسومات الجنسية، لا يتأثر ظهورها بمين؟ بالهرمونات ايه؟ الجنسية. كده خلاص كفاية اوعى التعريف. انا عندي في مثال عندي عشان نفهم، نجيب بتاع الانسان الاول قبل الدروسوفيلا عشان الوقت بس باذن الله، ونبدا نشوف الموضوع. يبقى بالنسبه للمثال اللي عندنا، مثال عمى الالوان. عمى الالوان ليه تعريف وعرفت ان فوق هنا اهو، عمى الالوان هو عدم القدره على ايه؟ على تمييز الالوان خاصه اللون الاحمر والاخضر، يعني بيحصل تداخل في اللونين. وطبعا الكتاب عندنا في عامل لي دايرتين، دايره
فيها نقط وعامل لي اللون الاحمر والاخضر. لو شفنا الرقمين صح يبقى ما عندناش عمى الوان. ده طبعا اختبار بسيط وايه ويعني بنقول من الحاجات الايه السهله. عمى الالوان قلنا يحمل على كروموسومات جنسيه، يعني ده ذكر مع انثى. طيب لو خدنا مثال بسيط خالص وقلنا الذكر لما يكون سليم خلاص وانثى حامله للجين خلاص، يعني براحتنا اي مساله عايزين نعملها نعملها، بس نفهم ايه الشغل ماشي ازاي. لو انا قلت ذكر مصاب، عملت مصاب، عرفت مصاب منين؟ من السي اسمه. الانثى حامله للمرض، حامله للمرض، يبقى انثى حامله للمرض يعني ايه؟ هي مش مصابه ظاهريا، لان في هنا ايه الكلر خلاص، الكلر حرف السي يعني كلر، سي كابيتال وفيه ايه سي سمول. الذكر هنا انا خلاص حددته، قلت ذكر ايه مصاب لان ملوش الا احتمال واحد. الانثى ممكن سي كابيتال سي كابيتال سليمه خلاص، سي كابيتال سي سمول حامله لجين المرض ولكن مش ظاهر عليها، ودي حتة مهمة جدا نبقى نركز عليها كده في حلقات مراجعة. يبقى ديت الأنثى دي البيرنت ايه، ديت الذكر وده ايه الأنثى. اتفقنا الأمشاج اكس سي سمول واي، هنا اكس سي سمول، ها اكس سي سمول، اكس سي كابيتال هنا الأولانية والتانية ايه اكس سي سمول. والنصيحة اللي قلتها أثناء حل البوكلت، خمس نماذج بوكلت اللي حلناهم، وقلنا من كتاب الامتحان السنة دي ولكن في اختلافات في الايه الاسئلة، يعني واخدين اسئلة ايه من بوكلت واحد بعيدها تاني اهو عشان نفهم احنا عاملينها ازاي. وانصحكم تشوفوا الخمس حلقات ضروري واكتر من مرة لان اسئلتها حلوة بصراحة وفيها افكار، يعني مطلع لكم 5 في 10 اسئلة تقريبا بخمسين سؤال بوكلت على الباب الثالث فقط. باب الرابع لسه ما بدأناش فيه، ان شاء الله نبدا فيه ان شاء الله الاسبوع ده، نتابع ونواصل ونشارك عشان يوصل لنا كل جديد، لان كل شويه نقول مفيش حاجه موجوده في قائمه التشغيل لان احنا ما اشتركناش. نحاول نشترك عشان ايه نعرف كل حاجه وجميع الايه الحلقات نشوفها في الكيمياء والفيزياء والاحياء. نبدا شغلنا عشان ما نضيعش وقت. اتفقنا دي الامشاج، طالما احنا بنتكلم في تحليل وراثي لانسان لازم اعمل دي. دي لو انا عملتها كده يبقى غلط اهو، شوفوا كده اهو، يبقى كده مذكره اهو، يبقى كده ايه مذكره رمز الذكور، والكلام ده خدناه في ثالثه اعدادي بالمناسبه يعني مش جديد علينا خلاص. وهنا برضو ايه مؤنث، هنا جاميتس او الامشاك. نبص كده الجدول وبس، يعني ايه بحبز موضوع الجدول ده لان بصراحه بحصل للموضوع بسرعه خلاص. يعني هنا مذكر وهنا ايه مؤنث. نشوف هنا اكس سي سمول، واصغر اول السي سمول، هنا الواي اصغر ليه؟ عشان ما لخبطش الدنيا مع الكابيتال. ها اكس سي سمول، ها نضرب كده بسرعه اكس، ها سي كابيتال اكس سي سمول، دي معناها ايه؟ انثى حامله للمرض. طب نشوف الثانيه، عندي اكس سي كابيتال واي ده ذكر سليم. نشوف هنا اكس سي سمول، اكس سي سمول دي انثى ايه مريضه، انثى ايه مريضه بعمل الوان. نشوف هنا اكس سي سمول واي ده طبعا ايه ذكر مريض. يبقى الاربع حاجات ظهروا لي، يعني هنا ايه نترجمها كده بسرعه حتى في الجدول هنا، او يعني نمد خط كده، ها بصوا كده اكس سي كابيتال اكس سي سمول انثى حامله للمرض، لمرض عمل الالوان. طب هنا انثى مريضه، انثى مريضه بعمل الوان. طب نبص على دي خلاص، نبص على هنا كده اكس سي سمول، هنا ذكر مصاب زي الاب بالظبط، ها نبص هنا ذكر ايه سليم، ذكر سليم. مهم هذا الكلام؟ اه مهم هذا الكلام. يبقى انا هنا في معلومه عندي وبالراحه خالص وبهدوء، انا ممكن اعمل اي حوارات حسب ما هو يطلبها مني، المهم انا افهم ازاي اشتغلت مع عمى ايه الالوان. يبقى ديت جزئيه مهمه جدا نحاول ايه نفهم. الحاله الثانيه
اللي هي ذبابة الفاكهة بالمرة. ذبابة الفاكهة برضو نفس الكلام اكس واي، ومش هحط حاجة دلوقتي، هنا اكس وهنا ايه اكس، يعني ايه مش هحط حاجة، لان هحط بمزاجي زي ما انا عايز، هنا ذكر ها وهنا ايه انثى. طيب لو جه قال لي المسألة اللي هنعملها، يعني عندي هنا ذكر اكس واي وانثى اكس اكس، طب انا عاوز اعمل ايه دلوقتي؟ ممكن اقول ببساطه، لو انا قلت هنا الار كابيتال، ار كابيتال دي معناها ان انثى سليمه، انثى ايه سليمه، ده كمان الكلام ده في مين؟ في ذبابه الفاكهه. طيب الذكر بتاع ذبابه الفاكهه عملناها ابيض، ار سمول، ذكر ايه ابيض، عيونه بيضاء، عيونه بيضاء، ودي انثى عيونها سليمه يعني حمراء، عيونها ايه حمراء، معروف ان الار كابيتال يسود على الايه الار سمول. ولذلك توماس مورجان اثبت هذه الحاله وقال ان هذا او هذه الاجيال دي البيرنسي، الجاميتس اكس ار كابيتال واكس ار كابيتال، ها هنا اكس ار سمول وهنا ايه واي لا يحمل اي من الايه الجينات اللي موجوده او الصفات اللي موجوده. طبعا زي ما اتفقنا مذكر وهنا ايه مؤنث. نبدا نشوف الجيل الاولاني ان ايه 100% احمر او عيونه حمراء، وده اللي خلى توماس مورجان كان بيفكر الاول ان دي صفات مندلية تبع مندل يعني، ولكن اتضح فيما بعد في الجيل الثاني ان الذكور عيونها كلها بيضاء، مفيش انثى عينيها بيضاء في النواتج اللي هو عملها او النتائج اللي هو عملها. نشوف كده اكس ار وهنا ايه واي، هنا اهوت اكس ار كابيتال وهنا ايه اكس ار ايه كابيتال. نبدا نشوف كله بقى كده، ادي اكس اكس وهنا اكس واي، مش هحط حاجه دلوقتي عشان ما لخبطش نفسي، اكس وهنا اكس وهنا اكس وايه واي. نبدا نشوف بقى كده، قلنا الواي لا يحمل اي كروموسومات، نضرب دي في دي كده يبقى ار كابيتال ايه ار سمول. طب دي في دي ار كابيتال ار سمول، هنا ار كابيتال يبقى ذكر ايه عيونه حمراء، ها هنا ذكر عيونه حمراء، يعني كلها 100% ها عيون حمراء، يعني كأنها الجيل الأول بتاع إيه مندل. نيجي نشوف المفاجأة بقى في الجيل الثاني. الجيل الثاني المشكلة إن إحنا فعلا لقينا نسبة 3:1، ولكن لقينا الذكور إيه هما اللي إيه عينيهم بيضاء فقط، مع إنني بادئ بإيه بذكر عينه حمراء، ولكن للأسف لقينا مفيش انثى عينيها طلعت ايه بيضاء، وده اللي خلى توماس مورجان يبعدها عن مندل وقال هذه صفات غير مندليه او مندليه حسب النطق واللكنه والبلد اللي احنا بنتكلم فيها، عشان ما حدش يعلق على النطق. اكس ار خلاص وهنا ايه اكس ار سمول، يعني ايه؟ يعني دي انثى حمراء مع ذكر احمر اهو، لان الناتج كله عندي طلع ايه احمر، فلازم اخد حاجه منين؟ من الابناء اللي طلع، دي شروط الوراثه اللي احنا قلنا عليه ان الابناء بيتزوجوا ايه مع بعض. ادي البيرنت 2 اللي ولاد الصغيرين بقوا ايه اباء، ها نبدا كده، دي لغه الوراثه اللي احنا بنقول عليها ار كابيتال عشان ما نقولش ايه ورق وبنكتب وخلاص. الجاميتات 2 اكس ار كابيتال اكس ار سمول اكس ار كابيتال واي، قلنا ديت حيوانات منويه طالما في حشرات مش في نبات يعني، ها ودي ايه مؤنث يعني ايه بويض، نص الماده الوراثيه زي ما انتم عارفين. نعمل الجدول ونشوف النسب اللي خلت توماس مورجان اللي اكتشف هذه العمليه يعني يتراجع عن ان هو يفكر ان هي ايه صفات مندلية او تبع العالم ايه مندل. هنا واي، هنا اكس ار كابيتال اكس ار سمول،
بالراحة بقى كده، اكس كابتل ار كابتل ار كابتل، هنا اكس اكس ار كابتل ار سمول، هنا اكس ار كابتل واي، ها هنا اكس ايه ار سمول ايه واي كاب. هو ده اهو نسبة 3 لواحد. اه 3 احمر فعلا، 3 احمر الى 1 ايه ابيض، ولكن ان ملقاش انثى عينها بيضاء لغى فكرة مندل، ولكن الناتج عندي كان فعلا هنا ذكر عيونه، ذكر عيونه بيضاء، في ذكر اه عيونه حمراء، عيونه حمراء زي الاب خلاص، ها الاب وليس الجد، الجد كان عينه ايه بيضاء. نفهم كده المسألة مع بعض وبالراحة. هنا الرابعة، هنا هوت ايه انثى عيونها ايه حمراء، يبقى دي الصفات المرتبطة. خدنا مثال ذبابة الفاكهة او حشرة الدرسوفيلا، الدرسوفيلا حشرة الدرسوفيلا او ذبابة الفاكهة، عرفنا عملناها ازاي، قلنا في صفات جسدية تحمل اللي هو لون العين، تحمل على كروموسومات جسد جنسية خلاص، ولكنها ولا يتأثر ظهورها ها بالهرمونات الايه الجنسية خلاص. ولذلك احنا استغربنا في ذكر عينيه حمراء وفي ذكر عينيه بيضة، ولكن اللي خلى توماس مورجان اللي احنا قلنا اكتشف هذه الصفات في ذبابة الفاكهة، وبعد كده توالت الأمور، عمل ألوان الهيموفيليا، كسر النظر، ضمور العضلات. طبعا ديت الحاجات اللي احنا قلنا عليها، وبنقول جين متنحي مسؤول عن هذه الأربع حالات في الإنسان، وحالة اللي هي رصدت في حشرة ايه ذبابة ايه الفاكهة. ده كان آخر حاجة النهاردة إن شاء الله، عشان نكمل كده حلقات ورا بعضها. احنا خدنا النهاردة الصفات المرتبطة بالجنس، الحلقة القادمة هتبقى ان شاء الله الصفات المتأثرة بالجنس، ويبقى فيها الصلع الوراثي او الصلع اللي هو الصلع في الذكر، وعدم او قدر او تساقط الشعر في الايه في الاناث. طبعا في حالة تانية برضو اللي هي القرون في بعض المواشي، يبقى ذكر اصلع خلاص، وبعض القرون في معظم انواع الايه الماشيه. في الحالات الايه الحلقه القادمه ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، وتشاركوا القناه وتدعموها وتعرفوا زمايلكم، عشان يبقى في شغل حلو الايام الجايه ان شاء الله. هنحاول على الاقل 3 حلقات لاولى ثانوي باذن الله، وثالثه اعدادي وثانيه اعدادي واولى اعدادي، وملناش بركة إلا أبنائنا الطلبة. مستر مصطفى رجب يحييكم من مدينة دمياط الجديدة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.